ابن الرومي هو أبو الحسن علي بن العباس، الرومي الأصل البغدادي المولد والنشأة والوفاة، من شعراء العصر العباسي، ومن أهم قصائده رثاؤه ولده الأوسط قائلا: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. بني الذي أهدته كفاي للثرى، فيا عزة المهدى ويا حسرة المهدي، ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي؟ توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد؟ طواه الردى عني فأضحى مزاره، بعيدا على قرب قريبا على بعدي. فيا لك من نفس تساقط أنفسا، تساقط در من نظام بلا عقد. عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له، ولو أنه أقسى من الحجر الصلد. بودي أني كنت قدمت قبله، وأن المنايا دونه صمدت صمدي. ولكن ربي شاء غير مشيئتي، وللرب إمضاء المشيئة للعبد. وأولادنا مثل الجوارح أيها، فقدناه كان الفاجع بين الفقد.